روني الخصين مبروك. ميرسي ميرسي لكم، متشكرتي في زحلي على الفكرة الحلوة اللي بلشوا فيها هالسنة، وفكرة رائعة. نشكر الأستاذ جوزيف شعنين لأنه ما حدا بزحلي فكر يكرم حدا، هذا عمل كتير رائع وعمل كتير حلو، والتنظيم كان رائع جدا. حتى شو رأيك وشو شعورك أنه أنت كنت الفائز من بين خاصة عن فئة أفضل أندية ونشاط أندية؟ هذا الفضل بيرجع لربنا أول شيء، ومش أنا اللي فزت، الأخوية كلها بشكل عام هي اللي فازت. أنا شخص من مجموعة تشتغل كلها سوا إيد وحدة لحتى نجح معنا هالعمل، ونال الراد رح نوعد بعمل جديد وبعمل أكتر حلوة وأعمل ناجحة أكتر. معقول تكونوا كمان بسنة الجاي سنة نجيب حنكاش؟ إن شاء الله، نقل راد مثل ما الله بيريد. حبيت فكرة أنه تكون سنة لنجيب حنكاش المقبلة؟ أكيد أكيد، لأنه ما حدا عم يفكر بولاد زحلي غير ولاد زحلي. وميرسي كتير لألكم ولأستاذ جوزيف.